إننا على يقين بأن زيارتكم اليوم ستشكل مرحلة حاسمة في خضم مسعى التفاهم المتبادل بين مؤسستينا طبقا للإرادة السياسية التي تحدو رئيس البلدين. ضف إلى ذلك الاهتمام الذي يوليه الطرفان للحفاظ على مكتسباتهما في الجهة الغربية للمتوسط وتوطيدها في مجال الأمن البحري، لا سيما الجهود المبذولة في مجال التعاون الثنائي قصد الارتقاء به للمستوى المنشود.